أولا أنت من خلال يعني تعايشك مع الحدث اللبناني ومن خلال انتخابات سابقة جرت، إلى أي مدى هذا الطموح بقانون انتخابي نسبي بإمكانه أن يكون أكثر تمثيلا في البرلمان المقبل؟ لا طبعا، يعني أعتقد المطالب الديمقراطية في لبنان التي تتوخى أو تتمنى تخطي الانقسامات الطائفية التي تميز الساحة اللبنانية كانت مطالبة الدائرة الواحدة الانتخابية للبنان والاقتراع النسبي. لكن يلي تم هو يعني نوع من المحاولة الترضية بشكل محدود جدا، يعني بإدخال بعض النسبية في التصويت، لكن على قاعدة توزيعات وتقسيمات دوائر يعني لا تزال مبنية على المنطق القديم والمنطق الطائفي، بل تعززه بشكل أو بآخر. يعني لكن مع ذلك ستسمح لهامش جديد بالدخول إلى البرلمان؟ ستسمح يعني بأفضل الأحوال ستسمح بهامش محدود جدا، هذا بأفضل الأحوال. وطبعا أحيي الذين يحاولون تخطي اللعبة الطائفية التقليدية في لبنان، يعني هناك البعض من الذين يخوضون الانتخابات الحالية، لكن للأسف يعني قرأت اليوم تقرير اعتقد وكالة اسوسييتد بريس او شيء من هذا النوع، يعني الناس اللي سئلوا عن الموضوع يعني كانوا متابعين احد مرشحي هذه اللوائح، لائحة كلنا وطني، وكان تعبير عن ردود الافعال الناس، يعني مثل نحييكم لكن رح نصوت لا اما عون اما ما اعرف مين، اما يعني للاسف الحالي هيك الناس، يعني ليس هناك من ثقه لدى الناس بامكانيه تغيير اي شيء عن طريق الانتخابات، لا سيما في اطار هذا النوع من الانتخابات.